الله 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 بارك يا ربي. اوه فلت 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 يقولوا له سيدي مسمود الله اعلم واش سيدي ولا مستير. اه يا علم هيدا هيدا سمعنا واش سيدي ولا مستير. السلام عليكم. احنا نكملوا الدوره هنايا اخوان الطريق فينيه. اه احنا ولدنا مشينا على الشمال ماشي بحالنا تحت الدرب البارد ان شاء الله. ثم عندو واحد التغطيه كيرا كيما فهمتي. ان شاء الله احنا في الرياء المطافين هو نعود هنا نشوفوا شنو كاين هادي هادي على الله يكون مزيان. أنا إخوة وصلنا كتدخل واحد الشيط من فوقي كتجي طلع واحد شويش من فوق هنايا واخا تبقى أنت هنايا في حتى شي مشكل وقف هنايا الإخوان هاك كتجي لهاد البلاصة هادي فين هاد البقاع هاد الدزبوف هنا كتوقف هنا تدخل هيدا هاك كتمشي مشكل وقف هنايا صافي هانتي هنا مباركي مزيان دابا متخافش شي هاد الوقفة هادي الوقفة متخافش قاف هنايا في الامان والضمان ان شاء الله. طويلة محمية العساسة الحمد لله كاين العسكر هما هنايا دائما باركي هنا مع راسك ولا هول تحت باركي كاينش اللي حد يديك الطوموبيل يا والله ومشي بحالك في الصاد هنا تحت الدرب مبارك متخافش موطادة بالتجربة هذا من اخر دار العسكر كاين دائما قبل هي قبل ملي ما كانوش العسكر فعلا ياه كانوا حنا بغاو يديو لي البطارية هنايا واحد منا وديك انا طلع من قدامي في البحر تما بحال سبحان الله وحسيت بيه قلت هذا ما عجبنيش وفعلا طلع جبرتو اقلع بغا يقلع الكابو يا ولدي هو ما كتبش. واحنا الاخوة وصلنا احنا ننزلو ان شاء الله نعمل واحد التصوير على راس الكريان وتحت الدرب مبارك ان شاء الله واحد التصويرة مزيونة هيدا ايوا وديو معنا الاخوة. السلام عليكم. صافي حنا اللي علينا كنعملوا الحاجة حنايا اللي قالوا دابا مثلا مدينة طنجة كاين ناس في طنجة ما كيعرفوها شي والله ما كيعرفوهم. راه انا عندي تعرف مشيت نزرا راه هذا ما كنقولش لهم انا الترشا الصفراء وهذا اللي دابا كاع عملت لهم التغطية تما انا طلعت للحسيمة ومن الحسيمة انا ونجيبها وبقى ماشي بعاد انا ونتدخل ان شاء الله ما نجيش الله يرحم بابك. بسم الله السلام عليكم. نكوب كما العادة قيسون هذا. أنا وصلت تحت الدرب مبارك أنا وصلت أنا من واحد التمريغة ها أنا من واحد التمريغة بسم الله التمريغة الإخوان بسم الله ها هي فينيا نزيدوها
حنا نزيدو التمريغه ان شاء الله ربي. دابا هادشي هذا راه كيخلع الاخوه الحجار هنايا العلو والحجار بزاف مع الشتا شي حجر كنشوفو جديد الله يستر الله يستر يا ربي. المهم شي حجر جديد كيخلع اها مشات طاحت طاحت الردومة طاحت في الطريق دومة الزيت كاد دومة الزيت عندنا منها نصادو بلا زيت لا تحط في الدلك مش مشي 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 يا إخوة اللي كاي احنا كان بريباريو الإخوة كان مرغو دابا هنا تحت الدار انا بدياد الدار مبارك دابا راه شي الدراري راه ما فين ما بديات الشلال ديك العلو فهمت دوك الدراري كيصادو بالخبز كيبرو حلامه تما والبوري ايه تاني بحر كبير شي شويه هو كيجيوني الله يستر وصافي هادشي كيخوف اي والله غنقيس هاد الحفره ان شاء الله يا ربي الاخوان تيسرد الله ايوا نعمل لكم واحد الفيديو هنا مزيون ان شاء الله ايوا هذا موطع جديد علينا ان شاء الله يا ربي ايوا باش تكون عندي التغطيه ان شاء الله الاخوان كامل على على البحر ديال طنجه المكان مكان هنا هذه دابا الاخوان غنسميها بوصله بوصله البشير اللي بغى يعرف المكان فين يصطاد مثلا او اللي يتعرف على المكان بوصله ان شاء الله ياه فلت الله يلا فلت قطع شنو هذه قطعت هذه المرينة لا لا ممكن شي هذا مش القطع مش التقطع هذه المرينة مش التقطع هذه المرينة لا إذا إما حلامة إما حلامة لا مش التقطع هذه المرينة لا يا تروح حلامة باقي ما طلعت حوتها الشلغومة بقى ماشي لما تقول شلغومة قديمة ولا فهمت شلغومة جديدة جه لا شرغم زيو فاك ما شاء الله هلا تبارك الله تحت الدرد مبارك هذا ايوا البركة المهم هيدا واخا مرة مرة واحد اشو من فوق يا اخوانا كندلي ماشي يطلع هذا قريب هذا والله الا قريب والبحر كياكل جنابه والبحر كياكل جناب وشو على حوته من فويا وساعة ما كان الاخوان ساعة حق تبارك الله اليوم راه واخ كما كان الحال كما كان الحال بعدين هذاك
شرق سمعتا تبارك الله. بسم الله. ما شاء الله. هذا اخواتكم موجود هنا يا. الله العظيم انك يكون موجود هنا الاخوان. تبارك الله يكون كاين. بسم الله. يكون كاين ان شاء الله دهنا تتفرج عليه في هاد الحفرات. اي أيوة والله الا كان تفرج على تبصه. ايوا بسم الله. طاقة واحدة صافي. واش دريبات كتسالي معاه صافي. مريض على الاخوان كما العاده. لابد من ديك الرشيشه، واخا من راه زايد ولكن هذه لابد من ديك الرشيشه ديالي.